سيدي هو الأولى في الحوار والأولى في إقامة علاقات ثقافية. أنا بتصور إن مصر عملت خطيئة عندما أرادت سفرها للعمق الإفريقي على أكثر من 30-40 سنة. الآن بتصحح ثورة 25 يناير هذا الوضع، لأن هذا المهرجان هو ابن ثورة 25 يناير، وتلتفت مرة أخرى لعمقها الإفريقي وبلاد منبع حياتها وأساس مستقبلها كله نابع من منابع النيل. وبالتالي ده أهمية المهرجان بالنسبة لنا، إن هذا الشعب العظيم اللي إحنا بننتمي إليه اللي هو الشعب الإفريقي